والله 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 وأقولها وأنا جاي من التوح وأقولها وأنا عمان وإحساس إحساس كل مشجع خليجي. والله إن في القلب غصة في القلب غصة وإحنا نتابع بطولة كأس آسيا الأخيرة. وين الكويت؟ وين علم الكويت؟ وين أول منتخب عربي يصل للمباراة النهائية؟ أين أول منتخب عربي توج بلقب بطولة آسيا؟ أين ذهبت الدولة التي احتضنت البطولة الآسيوية للمرة الأولى في منطقة الخليج؟ 80 والناس ما عندها ملاعب والناس ما عندها كورة. الكويت احتضنت لقب بطولة كأس آسيا وتوجت باللقب 76 واحنا لازلنا في غفلة لا نعلم عن كرة القدم. الكويت لعبت المباراة النهائية. لذلك الشعور عن غياب الكويت في الفترة القليلة الماضية عن ملاعب كرة